بيك يا كابتن اسلام، طبعا وبرحب بكابتننا الكابتن رضا شحاته، وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يسلمك يا كابتن اسلام، يعني الحمد لله معسكر الحمد لله ناجح للنادي الاهلي، واحد من يعني من اهم المعسكرات اللي النادي الاهلي عملها في الفتره الاخيره. اجابات كتير جدا يا كابتن اسلام طبعا نتكلم فيها، يعني مش هقدر اتكلم في حاجات كتير جدا طبعا في وجود حضرتك وجود الكابتن رضا شحاته، لكن من اللي احنا عشناه من اول يوم لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها، لا ايجابيات كتير جدا. ابرز هذه الايجابيات طبعا ان انت بتطلع من المعسكر بدون اصابات، ودي من النقاط المهمه جدا يعني اللي بتديها سعاده لمستر كولر والجهاز المعاون واللاعبين. ايضا هناك بعض اللاعبين اللي انت يعني كانوا مصابين، كانوا غايبين من فتره طويله. اعتقد كله موجود دلوقتي يا فاروق مش كده؟ يعني سواء امام سواء اكرم سواء كريم عمرو السوليه. عمرو السوليه تقدر تقول في مرحله التاهيل الاخيره، ويعني تقدر تقول ان يعني ان شاء الله خلال 10 ايام يكون موجود طبعا في التدريبات الجماعيه في النادي الاهلي. ايوه. عندك مشاكل خلاص يعني امام مش القصه ان هو كان من الاصابه ورجع، لا امام نزل الملعب وادى بشكل متميز جدا في الشوط الثاني اللي لعبه في المباراه. دايما البدايات بتبقى مهمه كابتن اسلام، يعني اللاعب دخل في الاجواء بسرعه، يعني المهارة مع الثانية ترقيصة سهلت الأجواء، دخلت إمام في الأجواء، فأعتقد إن هو هيكون واحد من ضمن يعني الأوراق اللي بالنسبة لمستر كولر في المباراة القادمة إن شاء الله، مباراة الاتحاد العاصمة للمستوى الجيد اللي ظهر عليه. رضا شليل اللي من أول يوم طبعًا كنت بكلم حضرتك على انبناجه، ويعني خلاص دخل في أجواء النادي الأهلي ولعب من اللعيبة اللي أعتقد هتبقى واحد من أهم الصفقات اللي النادي الأهلي عملها. قفشه يعني كل اللاعبين طاهر حسين الشحات عبد القادر، اللعيبه كلها ظاهره بشكل كويس جدا، واحنا راكبين الطياره وراجعين يا كابتن اسلام، اللعيبه مبسوطه من الاجواء، يعني في لعيبه بتقول يعني لا شايف الاجواء في النمسا، اللعيبه مش عايزه ترجع من النمسا يا كابتن اسلام. لسه كنا بنتكلم في النقطه دي، كان كابتن رضا بيتكلم في هذه النقطه انه حاسس من يعني هو بيتفرج على الفيديوهات وعلى الحاجات اللي انتوا بتعملوها، بيقول لي اهم ما يميز هذا الامر الفرحه الانبساط التهريج الضحك الحاجات دي كلها. يعني بالظبط يا كابتن اسلام، يعني انت اللعيبه في حاله صفاء ذهني، انت دماغك متفرغه بس خالص للتدريبات للكوره للجزء الامكانيات لهذه الامور، فاعتقد يعني مردود هذا الامر على اللعيبه على الجهاز الفني، بتحسوا في كلام اللعيبه في رياكشنات وشهم في استعدادهم للتدريب، يعني اللعيبه انت اتمرنت في اكثر من وقت، يعني في اوقات بنتمرن في درجه حراره عاليه، من اوقات حضرتك كنت بطلع معاك بنص كم، اوقات بنطلع بالجاكيت، ففي اجواء انت اتعاملت معاها درجات حراره في امطار، فامور كلها يعني انت مقبل على بطوله الدوري السوبر الافريقي، هتلعب في اجواء مختلفه، يعني هتلعب في جنوب افريقيا في درجه حراره منخفضه وامطار، هتلعب مثلا في تنزانيا بدرجه حراره مرتفعه، فالاجواء دي انت عشتها في معسكر الاعداد بالنسبه للنادي الاهلي، كان صعب جدا انت تروح مكان تعيش فيه كل طول السنه في يوم واحد او في فتره قصيره جدا، فاعتقد هو الظروف خدمت النادي الاهلي في هذا الامر. عايز اقول لك يعني مستر كولر كان نفسه ان لعيبه المنتخب الوطني ولعيبه المنتخبات تكون موجوده معايا عشان يفنش المعسكر بالشكل ده، لكن اللعيبه اللي ظهرت بشكل كويس جدا، عوده خالد عبد الفتاح بالنسبه له مكسب كبير جدا، ظهور معتز بن محمد وكريم الدبيس وزعلوك وصلاح محسن ونجم، اعتقد مدياله ارتياحيه بالنسبه بقى عندك اوراق مستر كولر يقدر يتحرك من خلال هذه الاوراق في الاسلام. اعتقد لما اللعيبه سمعت ان كولر اداهم 48 ساعه راحه اعتقد دي كانت مكافاه ليهم، اعتقد يعني بالظبط يا كابتن اسلام، انا عايز اقول لحضرتك ان الفريق واخد 48 ساعه راحه، ان شاء الله هيرجع الفريق طبعا يستأنف تدريباته من خلال ان شاء الله الملعب النتيجه ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله. احنا على الجانب الاخر يا كابتن اسلام، يعني لو حضرتك تسمح لي اتمنى ان احنا نكون كفريق عمل قناه النادي الاهلي قدرنا ان احنا نحط الجمهور في الصوره، نعيشهم في الاجواء، يعني وجود مدير التصوير محمد عويض والاستاذ ابو الخطيب الموجودين معانا، قدرنا ان احنا يعني كل وقت من خلال حضرتك دايما تقول عيشونا في الاجواء، حاول نقرب الجمهور نحطهم في الاجواء، لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها احنا لسه يعني دماغنا لسه عايشه على اجواء النمسا، على الجو العام هناك بصراحه طبعا. يعني لا الموضوع مختلف بصراحه يا كابتن اسلام.
يعني الحمد لله على السلامه يا فاروق. انتوا عملتوا بتغطيه رائعه كالعاده الحقيقه، دايما كل اطقم قناه النادي الاهلي بيبقى عليها حمل كبير جدا، وفي نفس الوقت بتقوم بافضل شيء يعني، وده اللي انت عملته سواء انت او عويضه. فيعني الحقيقه دايما بيجي لنا اشادات كثيره جدا فيما يخص هذا الامر خلال العشر ايام اللي انتوا كنتوا متواجدين معاها. وطبعا عن نفسي طبعا، وحتى كابتن رضا اول ما دخل بيقول لي يعني انا بتفرج على طول على الحاجات دي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي.